مساء الهنا والسرور عليكم. احنا لسه في حلقه الحلويات الحلويات الحلويات. النهارده الحلويات بقى فراوله، ده وقت الفراوله، هنبهدل الدنيا فراوله. النهارده عامله لكم، مش عايزه اقول لكم تشيز كيك، هي اكتر منها موس. عارفين الموس ده اللي كنا بنجيبه زمان من المحل كده؟ المهم يعني دي موس في موس مع بعض، حلوه جدا جدا. ممكن بقى تعملوها لايرز بنفس الفكره. النهارده عاملينها بفراوله، ممكن تتعمل باناناس، بتوت، بكل انواع الجلي اللي موجودة في السوق عندنا. عندي كريم شانتيه، عندي كريم تشيز، عندي فراولة مقطعة صغير قوي، عندي البتاع بتاع الفراولة اللي هو الجالي بتاع الفراولة، وفراولة صحيحة للزينة. أول حاجة هنعملها هنسيح الجالي كده اهو مع شوية مية، مش كتير. عندكم كل حاجة والمقادير طالعة. اوكي، نقلب الجلي عشان بس يسيح. مش عايزاكم تعملوه على النار، هو كده اللي احنا محتاجينه يعني. خلاص كله ساح، هاجي بقى في البولة دي نجيب ممكن استعمل السباسولا دي، الكريم تشيز. بصوا الانجريدينتس او المقادير، اربع مقادير او ثلاث مقادير عندنا، جيلي كريم تشيز وكريم والبتاع والفراولة او باي اي فاكهة احنا بنستعملها بس. ونبتدي بقى ايه، نسيح بايدينا كده الكريم تشيز. أول ما نسيحه كده نجيب الجلي بتاعنا وننزل كده مرة واحدة ونسيح كل الأشياء مع بعض. طبعا أنا اتسرعت بصراحة، أنا المفروض أعملها شوية شوية وخليتها سخنة كمان، بس أنا هروح أجيب المضرب البيت هيظبط لي الدنيا على طول. أهو بتبقى حلوة جدا كمان جدا جدا مع الأناناس صدقوني. فهو ده الستروبري موس. حطينا الكريم تشيز على الجلي، نسيح كل الكريمة. خلاص كله فك اهو بقى زي الفل. وبعدين نبتدي نيجي بقى هنا بالكريمة الكريم شانتي، ونحطها شوية شوية ونعمل لها فكرة اللي احنا دايما بنقولها لما بقى فيها عندنا كريم شانتي، ان احنا بنعمل فولدنج هنا كده، يعني ايه، ناخدها كده من فوق لتحت فوق لتحت. مش عايزه اقلبها كده عشان عايزه لسه الهواء يفضل فيها. زي ما قلت لكم الافكار كتيره، كل انواع الجلي اللي هتلاقوها تقدروا تعملوا بيها الحركه دي. الاناناس بيبقى رائع رائع رائع، ولو احنا بنعمله نحط بقى كمان مع الاناناس شويه كوكونات فليكس كده، عارفين اللي هي الرقائق جوز الهند الناشف دي، يبقى طعمها بينا كولادا. بناكل بينا كولادا مع شويه برتقال. مره جربت اضرب، مش احنا ساعات بنضرب عصير الويبنج كريم اللي هي
الباكيتات دي انا عملتها بالبرتقال وطلعت عظيمه، فجربوها. تبقى الويبينج كريم برتقال واحنا شغالين باناناس، هتبقى حاجه في منتهى الجمال. ونيجي بقى بالفراوله اللي احنا مقطعينها صغير زي كده، تنزل كلها. يا سلام. ونجيب الهارب بتاعنا او الكونتينر بتاعنا ونحط فيه بالمنظر ده. ياه، يعني اي بنوته صغيره لو في عندها عيد ميلاد وعملنا لها حاجه بقى بطريقه مدوره وكده هتبقى في غايه السعاده، صح؟ هناخدها كده اهو هيلا بيلا، بص هي اوريدي ماسك، وندخلها الثلاجه. تطلع بقى من الثلاجه مع الكريمه بالمنظر ده، بصوا بتبقى ماسكه ازاي. ونبتدي نلعب برضو معاها اللعبه اللي كل الولاد بيحبوها، نحط هنحط كده. فانا هطلع بقى فاصل وانا عماله بحط الحاجات دي وارجع لكم عشان نبتدي في الحاجه الحلوه اللي جايه هتعجبكم جدا جدا وبنفس السلاسه وبنفس السهوله اللي عملنا بيها الاكله الحلوه دي. اشوفكم بعد الفاصل. مساء الحلويات مرة تانية. خلصنا البتاع الحلوة دي أمولون بامبا حلويسكي كده، هو طلع منورة خالص. إيه اللي عملناه هفكركم تاني، كانت سهلة جدا. جبنا الجالي مع مية سخنة دوبناهم، كان عندنا كريم تشيز، الكريم تشيز مع الجالي اللي هو السخن دوبناهم مع بعض، وبعدين عملنا له فولدنج مع الويبينج كريم أو الكريمة المخفوقة. عملنا كده هو، وحطينا قطع من الفاكهة، أي فاكهة بقى احنا بنحتاجها يعني بنستعملها في النص، وفي الاخر حطيناها بالمنظر ده وزيناها باسهل حاجه. يعني البنات هتتبسط جدا من عمايل البتاع دي، البنات الصغيرين بالذات هيبقوا في منتهى السعاده. انا كاني بعمل حلقات للاطفال، مش عارفه ليه انا اكسايتد جدا بالحلقات دي، مع ان احنا الكبار كمان بنحبها جدا جدا جدا. فجربوها، اللون ده البنات هيحبوه برضو، باربي جدا. دلوقتي بقى هنعمل حاجه بتهيألي كلكم هتتبسطوا منها. انتوا عارفين هذا الكيك اللي بيشتروه العيال وهم رايحين المدرسه ونفكه، هتفهموه لما انا افتحه هتعرفوا هو ايه. انا افتحه كده من النص اللي هو جواه ايه؟ كريمه. هنجيبه كده وهو ده اللي احنا هنستعمله في الحاجه الحلوه الجايه بتاعتنا. عندنا هذا الكائن الكيك ابو كريمه، عندي موز، وعندي لازم اقول لكم حاجه بقى كويسه شويه، موز واناناس كومبوت لطيف. عندي بودنج فانيليا احنا بنلاقيه دلوقتي في كل السوبر ماركتس، ساشيه كده تروحوا تشتروه وهتحطوه على اللبن ده على طول كده كله على بعضه وهو ساقع. اوكي، وعندنا ويبينج كريم. نجيب دلوقتي الويسك، مش عايزاه على نار دي 100% او 100% اطفال فريندلي جدا جدا جدا. كل الحاجات دي لما تدخل في التلاجة هتمسك مع بعضيها. خلاص كله دب. وبعدين نكمل تقطيع هذا الكائن الكيكات المحشوينة كريمات. كان عايزة تتملي خالص كلها، واخد حتة كده صغيرة. حلوة قوي جدا كده، ودي ممكن اكلها. ايه بقى اللي هعمله دلوقتي؟ على البارد هنجيب ده كده ونحط عليه البودنج، فانيليا بودنج. في بودنج برضو بكل الاطعمه بقى اللي انتوا عارفينها واللي انتوا عارفينها. ايه اللي هيحصل بقى في الحاله دي؟
الكيك ده هيتشبع بالبودنج وهيمسك فيه وهيثبت. ده المفروض كان يدخل شويه ثلاجه يثبت. وبعدين ننزل بموز احنا مقطعينه، شويه موز حلوين بقى، احنا عايزين ندي للولاد شويه حاجات برضو ايه محترمه كده، بس هتعجبهم جدا 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 الطريقه دي. انا هخلص كل الموز وخلاص، المهم الموز يبقى مليان في كل حته، مش الموز بس، وكمان نجيب بقى معلقه وهذا يجنن برضو. فكرة موز وأناناس عظيمة جدا. وبعد بقى ما نحط الموز والأناناس شوية الكريمة اللي انتوا شايفينها دي، بس يعني كأنها فروت سالد بالبودينج. شايفين السلاسة واللطافة؟ نحط بقى الحاجات دي كده كلها هنا مع بعض. شكرا جزيلا. وهنزل بيها. طبعا احنا ممكن نعمل مناظر، بس انا عايزه ايه كل اللي اعمله ان انا افردها على الوش وبعدين نعمل مناظر بعدين. واجي والله يا شباب هي ممكن تتاكل حتى كده زي الترايفل، نفس فكرة الترايفل مور أو لس. احنا بنستعمل كاسترد في الترايفل، هنا استعملنا بودينج نفس الفروتس او كل يعني حاطين فيها الكومبوت. هنا برضو بنستعمل الكومبوت في الترايفل، بس طريقة مختلفة في السرعة. يعني انا قصدي ان دي مش محتاجة وقت كتير للتحضير. ونجيب بقى الكريمة، والمرة دي بقى سهلة، مش عايزة اي ايه فقاقة في المناظر. نعمل كده الموكو ده، البايبنج ده مش حاجة عبيطة يعني، يعني ما شاء الله على سالي وعلى غادة وعلى أميرة وكل البنات اللي بيقعدوا يلعبوا بيه. أنا بيني وبينكم ملوش في اللعب ده قوي، بس يعني بيتعمل لما الواحد بيحتاجه اهو. ممكن بقى نعمل كده الجنب ده، فكده عملنا ترايفل تقريبا بطريقه مختلفه خالص. كل اللي عملناه ان احنا حطينا الكيكات اللي بالكريمه زي ما احنا شايفين، وحطينا عليها بودنج على الساقع عشان تتشربوا، حطينا فوقيها الفاكهه اللي من اختيارنا اي فاكهه. وبعدين قمنا عملنا ايه، انا بقى عايزه العب شويه، حطينا فوقيها كريمه بالمنظر اللي انتوا شفتوه، وبعدين بنزينها بقى بهذا المنظر العظيم اللي احنا قاعدين بنلعب بيه دلوقتي مع بعضينا. لطيف. ايه بقى دلوقتي هيحصل تاني؟ اللي هيحصل تاني دلوقتي ان احنا ممكن نحط لها شويه بشنكات وحاجات من فوق. تفتكروا عندنا هنا شويه فراوليات وعندنا هنا شويه سوريزات، ممكن نحط بقى شويه سوريز كده ناعم على جنب وخلاص. او ممكن هنا هو ثلاثه وهنا هو ثلاثه. وواحده هنا في النص. وخلاص اسيتو كده خلصنا الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. ما تنسوش تدخلوها الثلاجه قبل ما تقدموها، طعمها هيعجبكم جدا جدا جدا. تقريبا ترايفل زي ما بنقول، الستروبري كيك او موس اللي احنا عملناه برده كان في منتهى السلاسه. يا رب الحلقات السلسه السهله بتاعت الحلويات دي اللي على البارد تعجبكم. قولوا لنا ارائكم وكلمونا، تواصلوا معانا يعني عبر الفيسبوك والحاجات دي، قولوا لنا ارائكم، ولو هتحبوا نعمل حلقات بشكل مختلف وحاجات جديده تانية. واشوفكم على الف خير وعلى الف عافيه، ومساءكم حلويات باذن الله. مساء الخير.